فيا ابن عقيل فدتك النفوس، فيا ابن عقيل فدتك النفوس لعظم رزيتك الفادحة. بكتك دما يا ابن عم الحسين مدامع شيعتك السافحة، لأنك لم ترو من شربة، لأنك لم ترو من شربة ثناياك فيها غدت طائحة. رموك من القصر إذ أوثقوك، فهل سلمت فهل سلمت فيك من جارحة؟ وسحبا تجر بأسواقهم، وسحبا تجر بأسواقهم، ألست أميرهم البارحة، ألست أميرهم البارحة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي الزهراء المصطفى محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين من يوم السقيفة إلى قيام يوم الدين. أحبائي المشاهدين، مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وعظم الله أجورنا وأجوركم ونحن وإياكم في هذه الليلة المباركة، الليلة الخامسة من شهر محرم الحرام. وهذه الليلة العظيمة تختص بباب الحوائج سيدنا ومولانا مسلم بن عقيل سلام الله عليه. أسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين وبهذه الأيام المباركة أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، آمين يا رب العالمين، وأن يشافي جميع المرضى. اللي عنده حاجة، اللي عنده مشكلة، يتوجه إلى مسلم بن عقيل، باب الحوائج إلى الله. مثل ما وعدناكم أحبائي المشاهدين أنه نكون في خدمتكم في زيارة النيابة لحرم المولى أبي عبد الله الحسين في هذه الليالي المباركة إن شاء الله. بعد أن ينتهي البرنامج أتشرف بالذهاب إلى مرقد سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين لكي أزور نيابة عن جميع المتصلين اللي حيتصلون إن شاء الله في برنامج خيمة الإمام الحسين لهذه الليلة. نطلع إلى العتبة الحسينية والتقرير المسجل للأخوة المتصلين في الحلقة السابقة، فإلى هناك. صرخة في كل عاشق، فنعم عقبى الدار نلنا بفضل أحياء الشعائر، بفضل أحياء الشعائر. الشعائر قائمة ذكرك بأرض وسماء، نبكي لعيونك دماء حتى ترضى فاطمة. والله حيا من نعاك، بكى أو أبكى أو تباكى، نبكي وما زت عيون. بسم الله الرحمن الرحيم، أزور سيدي ومولاي ومعتمدي ورجواي، ذخري وذخيرتي في آخرتي ودنياي المولى أبي عبد الله الحسين، بالإصالة عن نفسي وبالنيابة عن والدي ووالدي والدي ومن قلدني الدعاء والزيارة قربة إلى الله تعالى، وبالنيابة عن الأخ علي ناصر من البصرة، حمزة العميري من ميسان، غفران رحيم من النجف الأشرف، نور الأسدي من بغداد، الأخ محمد من واسط، أحمد حميد من إيران، الأخ حمزة، الأخ جعفر آيد مهدي من إيران، الأخ مهدي من إيران، الأخ علي رضا من إيران، الأخت هند الأسدي من بغداد، مهند الأسدي من بغداد، زينب الأسدي من بغداد، أم يوسف، طيبة، هاني، عباس الأسدي، علي الوائلي من مدينة المحمرة، نجاة بنت صفية مريضة، نسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين لها الشفاء العاجل إن شاء الله تعالى. صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله، صلى الله عليك يا أبا عبد الله. السلام عليك يا مولاي يا أبا عبد الله، السلام عليك وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا، ما بقيت وبقي الليل والنهار، ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين،
وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين عليه السلام. سيتشرف أيها الأحبة الكرام بالذهاب إلى الشباك المقدس لحرم سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين لكي أضع هذه الأسماء داخل الشباك المقدس، وأسأل الله بحق الحسين وبكرامة الحسين أن يعجل فرج مولانا صاحب العصر والزمان، آمين يا رب العالمين. نعاك بكى أو أبكى أو تباكى، نبكي وما زت عيون، فالدمع شافل للنواظر، فالدمع شافل للنواظر. ندعي بس لا ننحرم من عزاك والهضوم، أمنية بوقت اللطوم ينكسر لك عظوم، لي صدري قدام المهشم خابت صدور ليس تلطم، فاللطم في يوم. حياكم الله أحبائي المشاهدين مشاهدي قناة الإمام المهدي الفضائية، وعظم الله أجورنا وأجوركم مرة أخرى بهذه المصيبة العظيمة والفاجعة الأليمة ذكرى عاشوراء الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مثل ما شفتوا أحبائي المشاهدين، زيارة النيابة لحرم المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام للمتصلين في الحلقة السابقة. بودي وأملي حقيقة أحبائي المشاهدين أنه أخذ أكبر عدد من الاتصالات في هذه الحلقة لكي أذهب إلى سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين وأزور بالنيابة عنكم إن شاء الله تعالى، والدعاء كل الدعاء في هذه الأيام المباركة لتعجيل فرج مولانا صاحب العصر والزمان. اليوم معي أيضا ضيف علم من أعلام كربلاء المقدسة الرادود الحسيني السيد أحمد الموسوي، حياكم الله سيدنا العزيز وعظم الله أجوركم. حياك الله وعظم الله أجورنا وأجوركم. نعزي العالم الإسلامي وشيعة أمير المؤمنين وبقية الله في الأرض، الإمام الحج المنتظر عجل الله تعالى فرجه الشريف بمصاب أبا عبد الله وأهل بيته وأصحابه المنتجبين في شهر محرم الحرام، سائلين من المولى أن يرزقنا زيارة الحسين وأن لا يحرمنا شفاعة الحسين بحق الحسين عند الله. يا الله يا الله، أحسنتم سيدنا، بارك الله بكم وطيب الله أنفاسكم. أذكر السادة المشاهدين بالأرقام الظاهرة على الشاشة إن شاء الله تعالى لكي يتسنى لي الهدف، كل الهدف زيارة النيابة عن جميع المشاهدين الكرام. سيدنا العزيز، قبل أن نطلع بالجو قلت لي أنه عندي قصيدة للخدمة الحسينية. نعم. يا حب ذالو شن في الأسماع خدمتكم أنا خادم الحسين. إحنا برنامجنا هو على الخدمة الحسينية وعن الزيارة النيابة. هنيئاً لك، هنيئاً للأخوة بالكادر أن يزورون للناس للمحبين زيارة النيابة للإمام الحسين. قطعاً هذه الزيارة مقبولة إن شاء الله، إن شاء الله. لأن أنت جاي تزور نيابة عن شخص يا رب، فلك الأجر هم أنت، الأجر أجرين، أجر السعي وأجر التلبية الدعوة. فهنيئاً لكم. هاي القصيدة تقول: ليلة الجمعة نوي الزكية نهمل الدمعة بالغاضرية، نجري الدموع بكربلة ونزور أبا عبد الله، نجري الدموع بكربلة ونزور أبا عبد الله. هالرواية مسندة قبر بنها تقصد الزهرة بحزنها، من المناحة ما تميل فاطمة تستغفر الزوار بينها، من البكي لزيارته نستميع يم حضرته يتعالى وانها، تهملي دموع الصبور تجوي خدها المن سطور دمعة جفنها، هناك نلقيها
يفجع وضعها وحيل بيديها تلطم ضلعها. ذاك الوضع نتخيله ونزور أبا عبد الله ونزور أبا عبد الله. هنيئا لكم انتم قدام الحسين. حسين طيب الله انفاسك وانفاسكم. الله يبارك بيك ويرعاك ان شاء الله، وهالانفاس هذه ما تنقطع ان شاء الله، دائما ترثي الامام الحسين سيد شباب اهل الجنه. يا بارك الله بيك سيدنا العزيز. بدايه البرنامج مولانا العزيز الله يبارك بيك ويرعاك، دائما اهل كربلاء في عشرة محرم تكون عندهم اجواء خاصه، ما هي هذه الاجواء مولانا؟ طبعا قضية الإمام الحسين بلا شك هي الآن صايرة عالمية بفضل رب العالمين وخطى الأخوة خدمة الحسين والإعلام. الآن الإعلام هو شلون يقول بالتعبير نصف المعركة. صحيح. اليوم الإعلام القنوات الشيعية وسعت من هذه المشاركات إلى العالم أجمع. فما كان بعد فتشي خافي على العالم ما يجري في كربلاء أو ما يجري في كندا أو بريطانيا أو أمريكا أو في المناطق حتى الفقيرة. نعم صحيح. فهاي الطقوس الآن أغلبيتها انتقلت إلى هاي حتى الدول. فهو الاستعداد كالآتي، بل الاستعداد يكون قبل محرم الحرام. نعم. أشوف أهل التكيات، أهل المواكب، أهل الردات الأطراف، أشوف الشاعر، أشوف الرادود، كل من على ما هو اختصاصه. فاستعدادات كربلاء هي استعدادات عظيمة، واستعدادات هي لكون الإمام الحسين سلام الله في كربلاء، ولولا ما الإمام الحسين في كربلاء لما كانت كربلاء. فاستعدادات كربلاء استعدادات عظيمة وهائلة لاستقبال زوار الإمام الحسين ولاستقبال هذا الشهر العظيم الذي فجع فيه رسول الله عليه أفضل الصلاة والسلام وأهل بيته بمصاب الإمام الحسين وأصحابه وأهل بيته. فنسأل من الله أن يديم علينا خدمة الإمام الحسين وبخدمتكم احنا. بارك الله بك. عرفنا أجواء كربلة، سماحتكم سيدنا العزيز قبل محرم شلون الاستعدادات تكون للقصائد الحسينية ومشاركاتكم؟ طبعا القصائد تكون جلسات، احنا بالنسبة للرواديد تكون جلسات مكثفة قبل محرم، تبدي من بعد رمضان شهر رمضان المبارك تبدي. ويل أخوة خدمة الحسين الشعراء المختصين أكو شون أكو قريبين على نفسيتك أو يعرفون أجواءك أو يعرفون ما أنت تريد تتعامل وياه، وأكو لا خدمة الحسين تأخذ من عدهم الشعر يقول لك هاي طورها أو هاي وزنها بالدارج لا، أو أكو شعراء خدمة الحسين أنت تعامل وياهم على مدار السنة. نعم. فيعرف روحيتك ويعرف ما تريد وحسب ما أنت وين مدعو. كربلاء إلها طقوسها الخاصة، المحافظات إلها طقوسها الخاصة، غير دولة إلها طقوسها الخاصة. قراءة الزنجيل تختلف عن قراءة اللطم على المنبر. نعم. قراءة الصحن بالحرم الحسيني أو حرم أبا الفضل العباس تختلف عن الحسينيات. في كل مكان أبو علي إلى أجواء الخاصة وإلى ترتيب الخاص بالنسبة للقصائد والأطوار. نعم. فإحنا شوف شنو اللي كان عندك في الدعوة موجهة إليك من قبل أصحاب المواكب أو الأطراف أو الهيئات أو الأصناف، حسب ما هم أنت الجدول اللي عندك تشتغل عليه. شنو اللي يحب هذا الجمهور لازم تشتغل على اللي يريده وتطعم له من اللي انت تحس به بان هاي الاطوار او هاي الـ 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 الاوزان لها بالمستقبل ان شاء الله فد اثر يبقى. صحيح. فاستعداداتنا استعدادات مكثفه تبدي قلت لك من بعد شهر رمضان المبارك. احسنتم بارك الله بكم. شرفت انه حقيقه اكون في خدمتكم العام الماضي. نعم. واجيت الى موكب البلوش. نعم. الله يبارك بهم ويرحمهم ان شاء الله خدام ابي عبد الله الحسين. نعم. وشفت مهمتكم سيدنا مهمه جدا صعبه حقيقه. نعم. انه الردات اللي تطلع من الموكب انتم تقروها تحفظون. نعم. الموكب كله رده. نعم. ورا رده. نعم. مهمه جدا صعبه بلا شك. طبعا انا كلفت من قبل جناب العلامه والاخ والصديق وابن المدينه بلا مبالغه بالاخوه، طبعا
أكو ناس يعني قريبين يصيرون على القلب. نعم. فمن الناس القريبين على القلب هم بيت البلوش حقيقة، يعني بدون مجاملة ولا مبالغة، هم قدمة الحسين ومن مؤسسين كثير من العزيات في مدينة كربلاء. ولا أريد نتحدث عن بيت البلوشية وطرف البلوشية، رادلنا حلقات. صحيح. ومو جنابي أنا اللي أتحدث، أكبر مني عمرا وأفهم مني خبرة بهذا المجال، من مجال الأطراف. كلفت من قبل الأخ العزيز سيد حيدر البلوشي، اللهم إن شاء الله يعلي مقامه، بقراءة بالحسينية يعني قبل ما ينزل العزاء لمدة ويا هاي السنة صار 4 سنين. نعم. طبعا ويا هماني، ونشترك أنا وياه بقضية تهيئة الأطوار الردات. جميل. الأطوار وتهيئتها أنا ألقيها على خدمة الحسين، فهيئهم أنا من خلال قصيدة القعدة، أقرأ لهم قعدة. جميل. نعم. أحثهم أول أيام على الخدمة الحسينية، شنو أجرك يم الزهراء، شنو فضلك يم، شنو مقامك أنت يم الزهراء. نحاول أن نقول للخدمة الحسين الشعراء اكتبونا هين شي، نحث الناس حتى يعرف شنو قيمة عد الزهراء، شنو أجرب هذا المكان، هو قاعد في الساعة ساعتين عايف شغله، عايف عمله، غيره قاعد بغير مكان. صحيح. هل هذا يستوي ويا هذاك؟ لا طبعا. فهذا من خلال القصيدة القعدة نقدر نسرد بيها كلام هواية. جميل. بعدين فت شوط لطم بسيط يصير، يتهيئون للعزاء، بعدين يتوكلون على الله، يطلعون أمام الـ 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 الطرف. وأنا أبدي أحفظهم بالطور المستهلات. نعم. فأنا أنت تقول صعبة، لا أنا أشوفها أحلى من العسل حقيقة. بارك. أنا أنتظر يوم عن يوم يجي محرم حتى ينعاد هاي الأجواء وهاي الروحية اللي تفقدها يعني بالأيام الاعتيادية. نعم. بس بمحرم موجودة، أنا أحسها جميلة. هنيئا لكم سيدنا. هنيئا لكم. بارك الله بكم. قصيدة القعدة سيدنا ذكرتوها أنتم. نعم. أنا أعتبرها قصيدة القعدة هي محاضرة حقيقة لما يكتب الشعراء في القعدة من فضل الخدمة الحسينية أو ما شابه ذلك. نعم. قصيدة القعدة هي مرادفة إلى المحاضرة أو المجلس. جميل. المجلس بيبحث، أما يكون رواية، أما يكون تاريخ، أما يكون أجر الثواب، الدمعة، القعدة كذلك. جميل. إصلاحية، اجتماعية، تقدر تدخل بها هم سياسية للظروفة، للضرورة أحكام. نرجع إلى القعدة بعد أن ناخذ اتصال هاتفي من الأخت نور الأسدي من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله أختي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله أجوركم أخت نور. أجوركم أعظم بليلة مسلم بن عقيل عليه السلام. سلام الله عليه. سلام الله عليه. أحسنتم. يتقبل الله منكم صالح العزاء لمحمد وآل محمد. اللهم ويا ربي نكون من خدام الإمام الحسين يا الله. وأهل البيت إن شاء الله. يا الله. اللهم أمين يا رب العالمين. بارك الله بيك أخوي. وقول السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين وعلى أبي الفضل العباس قمر العشيرة وعلى العقيلة زينب أم الصبر جبل الصبر. يا رب يحفظكم بحق زينب إن شاء الله. الله يحفظك يا أخوي. الله يبارك بيك ويرعاك يا أخوي. تحياتي لغادود، يا رب يحفظها إن شاء الله. الله يبارك بيك ويرعاك. نورين البرنامج وإن شاء الله مشاركة. تفضل أخوي تفضل. حسين حسين خلينا على بابك، غير بابك ما أدق. حسين بس وياك يحلى وينعرف معنى العشق. الله. ريتك يا ريح الهاب ترسل سلامي وبكربلة بهاليوم لحسين إمامي. يا أبو عبد الله. لا والله هاي العين ما تنحسب عين لو ما تصب لدموع لمصاب الحسين. أسن العمر لحسين باكر تجازيك بالحشر أم هناك هي التوافيك. جميل. مو أسود لبسنا بيوم عاشور لبسنا الليل كل الخاطر حسين. أقول مسلم بالشدايد، مسلم بالشدايد يشبه الكرار لو طب معركة بيها يشب النار. جميل. يخلي القوم ويخيلها طشار وها بحملات مسلم معروف. أيوة. بحملات مسلم معروف. نعم أكرم من مسلم. مسلم بالشدايد لو ردت جربه وشوف وفي ما عاف حسين وجسمه كله سيوف. الله. وإذا ما يقضيها لحاجتك ما أظن يعوف
وها يقضيها الحاجة اليوم، يقضيها الحاجة اليوم. يا رب يقضي حوائجكم وحوائج المؤمنين والمؤمنات. متفضلين علينا يا أختي العزيزة. يا رب ما يحرمنا خدمة محمد وآل محمد. اللهم آمين. وقول الحمد لله والشكر على نعمة محمد وآل محمد. الحمد لله رب. ولا تنسونا بدعواتكم للوالدة أم مهند. خدام لكم. الرجاء ترجع منكم. الله يشافيها ويعافيها بحق محمد وآل محمد. الشفاء العاجل إن شاء الله. نحمى الله والديك. والديك يا أختي. ومنورين القناة إن شاء الله. ويا ربي يديم خدمة محمد وآل محمد. ويخليكم إن شاء الله. ممنونين. ممنون يا أختي. ممنون. مع السلامة. شكرا جزيلا. مع السلامة. بارك الله فيكم. إن شاء الله اسمكم راح يسجل في زيارة النيابة لحرم المولى أبي عبد الله الحسين في هذه الأيام المباركة. أذكر السادة المشاهدين مرة أخرى بالأرقام الظاهرة على الشاشة، والهدف من الاتصال هو زيارة النيابة لحرم المولى أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام في هذه الأيام المباركة. سيدنا العزيز قعدة، أعتقد محضر قعدة. نعم أنت ولا نعم 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 نسمع القعدة. إحنا اليوم قصائدنا أغلبية طبعا محضرين على سيدي ومولاي باب أمير المؤمنين عليهم السلام مسلم العقيل، إن شاء الله نقرأ له. لكن أنا أكثر القصائد على الخدمة الحسينية. بارك الله بك سيدنا. يقول حي بضمير الأمة والدين، ما يموت كل من يخدم حسين. يقول من مات على حب محمد، على حب حب محمد هو مات شهيدا. هذا مو أنا وأنت قايل، أهل البيت اللي ما ينطق إلا عن الهو. نعم أحسنت. فهذا إحنا نقول حي ضمير الأمة والدين، ما يموت كل من يخدم حسين. هاك خذ نبذة ومنها صور واعتبر من حمزة الزغير، ما يموت كل من يخدم حسين. هاك خذ نبذة ومنها صور واعتبر من حمزة الزغير، ما يموت كل من يخدم حسين. ألف وعلى الألف زادت نهضة حسين وجهاده، صدق لله وترفع كل شي قدم لاعتقاده، ترجم بمسرى نضاله الصادق ينول السيادة. ومن كربلاء اخذ الدريس من اصحاب ابو اليم اقتبيس، روح التفاني والتميس فازوا بتاج السعادة. وحمزة الزغير خدم بإخلاص لله والحسين العمل خاص. وحمزة الزغير خدم بإخلاص لله والحسين العمل خاص. التاريخ بين ايدك ودور واعتبر من حمزة الزغير، ما يموت كل من يخدم حسين. الله الله احسنت. طبعا هاي القعده بالمناسبه، هذا الطور بالمناسبه انا قارئ قبل اكثر بتفجير الفاجعه الاليمه اللي ما تنسى، طبعا تفجير مناره الامام الهادي والعسكري سلام الله عليه. الاخ رشاد عبد الرسول كتب قصيده وكانت على الجمر يا المهدي انتظرناك، يمتن نشوفك ايش ترفع الواك. فكانت تحكي معنى اللي صار بالمرقد من ذاك الزمان ولهذا الزمان، هاي الاشياء مترادفه علينا احنا الشيعة. سيدنا ناخذ اتصال ان شاء الله. نعم. وارجع الى خدمتك والحديث. نعم. الشيق وياك. نعم. الاخ احمد من البصره، السلام عليكم ورحمه الله. يا احمد. عليكم السلام استاذ ورحمه الله. حرم الله اجوركم اغاتي، حياك الله. ماجورين استاذ، ماجورين رحم الله والديكم. الله يبارك فيك ان شاء الله. الله يخليك تلميذك يا حبيبي محمد. يا محمد يا ختام الحسين بارك الله فيك. اللهم ربي يحفظكم ويحفظ العراق واهل العراق ان شاء الله. اللهم امين الجميع يا رب. حبيب محمد اللهم امين. اللهم صل على محمد وعلى محمد. ان يدفع هذه الغمه عن العراق واهل العراق واهل البصره وعن كل واحد مظلوم يا استاذ. يا الله يا الله. البصره الولائيه بصره آل محمد. يعني انا ما جاي انتقد لا من المرجعيه لا وحشاها المرجعيه،
بس انا انتقص يعني اقول هاي الحكومه يعني معقوله ما حد من مراجعنا العظام يطلع بحشايه ويقول يابا البصره الناس طلعوا على ماي ما طلعوا يابا يفرهدون ناس طلعوا يحرقون ناس رادوا ماي ويا من حرقه الوادي الناس بارك الله فيك بارك الله فيك لا حرقنا الله وكيلك محمد تكفيلك بحق مصابك هذا يا ابو عبد الله الحسين والله العظيم يا ابو عبد الله دخيلك احسنت يا عزيزي والله يا استاذ لحد الان جاي نعاني والله من السموم جاي نعاني من عزيزي احمد عزيزي احمد انا اقاطعك بالخير احمد يا حبيبي احمد احمد اقاطعك بالخير ان شاء الله فدوى اروح لك في هذه الظروف وهذه الايام اللي تمر بها البصره ابوس ايدين اهل البصره واحد واحد ارجو الدعاء لفرج مولانا صاحب العصر والزمان هو المنقذ مولانا صاحب العصر والزمان هو المنقذ ان شاء الله والله هو المنقذ والله ما حد غير اليوم يا صاحب الزمان احسنت يا احمد احسنت وعظم الله اجرك والله نصير والله نضحك عين الناس الله وكيله هسه احكي لي عن مجالس البصره احمد مجالس البصره هل تراجعت مجالس البصره هل اثر بهم اثرت بهم هذه الظروف والله يا استاذ يعني انا اقول لك يعني البصره ما يحل المشكله استاذ البوارة كلها قديمة يعني نعم. تروح المنطقة شوية نعم 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 شكرا يا أحمد الله يبارك بيك ويرعاك واسمك مسجل في زيارة النيابة لحرم المولى أبي عبد الله الحسين بالأمس حقيقة كنت في خدمة مولاي أبي الفضل العباس سلام الله عليه والمواكب الحسينية تدخل والردات أسأل أخ أحمد فحقيقة جميع الردات كانت لي البصرة الولائية من أول بصرة يوم. آل محمد حقيقة هذه المدينة الولائية الخالصة في العزاء لآل بيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم نسأل الله بحق الحسين لهم الفرج القريب إن شاء الله طبعا البصرة ولو برنامجنا الحسين الإصلاح هو قال ما خرجت إلا لطلب الإصلاح بالمناسبة يمكن ما يدرون أهل البصرة أول إعلام ما نقل من أول يوم في محرم كانت كل الردات من أول يوم من محرم اليوم أربعة كانت هي على قضية البصرة ومعاناة البصرة ومواساتهم قرنة وأكو شعراء بعطش الإمام الحسين سلام الله عليه نعم أهل البصرة عزاء وخدمة الحسين وقلوب صافية أي والله قلوب صافية اللي دافعة صحيح واللي قدموا كثير من الأشياء قدموا نسأل الله بحق الحسين لهم الفرج القريب وأنا قلت للأخ لا. أحمد هذه الأيام حقيقة محتاجين إلى مولانا صاحب العصر والزمان دائما محتاجين إحنا نأخذ اتصال إن شاء الله بس الاسم يا شباب الأخ عبد الله من محافظة واسط أعتقد انقطع الاتصال عاود الاتصال يا عزيزي عبد الله واسمك مسجل في زيارة النيابة لحرم سيدي ومولاي المولى أبي عبد الله الحسين في هذه الليالي المباركة القعدة سيدنا هو اللي ذكرته عن القصيدة اللي كتبت نعم الأخ عبد الله ويانا نعم اتصال الأخ عبد الله من واسط السلام عليكم عزيزي السلام عليكم عظم الله أجوركم يا عبد الله جورنا وجوركم رحم الله والديك بارك الله بيك يا نور عيني حياك الله أريد من الله ومنك عدي حاجة وهذا السبوع أريد من الله ومن الحسين يقضيها لي خادم أنا خادم تأمرني أمر يا أبا عبد الله تكتب اسمه بالحضرة الله يستر عليك إن شاء الله أنا أقل من أنه توصيني صفي نيتك ويا رب العالمين والحسين إن شاء الله ينطيك إن شاء الله صحة وعافية بارك الله بيك يا نور عيني يلا عيني ممنونين جزاك الله خير جزاء يا أحمد ممنونين شكرا 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 يا عبد الله عفوا نعم سيدنا العزيز قصيدة القعدة نعم وحقيقة كثير من قصائد القعدة اللي ذكرته المرحوم رحمة الله على روحه مرحوم حمزة الزغير كان هو يقرأ قعدة وأخواننا أهالي النجف الأشرف أيضا متمسكين إلى حد الآن نعم. في تراث القعدة وقصائدهم حقيقة محاضرات ودائما القصائد مالتهم توحي إلى القضايا اللي بالمجتمع القضايا السياسية خصوصا نعم. فأنتم اللي ذكرتوها هسه القصيدة مال سامراء أنا قطعت كلامكم عفوا القصيدة اللي كانت على جمر يا المهدي انتظرناك للأخ العزيز رشاد عبد الرسول يعني هي قصيدة كانت تحكي معاناة اللي صارت بالشعب على هاي المنارة مو يعني هي طابوق أو شون ما سميها سميها شون مبنية نعم. لكن هاي صارت جرح يعني هو جرح موجود أنت خوش تفضلت من بداية البرنامج من أول يوم السقيفة منك صار الجرح صحيح. صحيح
ونعاد الجرح يعني نفسي تنعاد، يعني من هدموا قبة إمامك شو يبقى به الإنسان؟ وهذا اعتقادنا بالحياة هم السبب المتصل بيننا وبين رب العالمين، ولولاهم ما خلق كل شيء رب العالمين. صحيح. احنا ما أن وجود لو ما هم. حديث الكساء هو اللي يحكي مو احنا نحكي. نعم. قال لجبرائيل رب العالمين قال لهم فاطمة. الله. خلاص واحنا الله. نبدأ فاطمة. ليش دائما نحكي فاطمة فاطمة؟ لأن أول المصيبة صارت على فاطمة، فهو رب العالمين وصف فاطمة بالبداية. هو ليس رسول الله. صحيح. رب العالمين عن إلى رسول الله عن أمير المؤمنين وصوا بفاطمة، لأن يدرون أكو أذية راح تصير. الله. نعم. الله. نعم. فهذول أولاد فاطمة، يعني هذا الجرح بينا صار. صحيح. هذا جرحنا. فهاي القصيدة كانت تحكي اللي ما بقلوب شيعة أمير المؤمنين. فهذا الطور كان كلش جميل، وانأخذ الطور وقروق عدة خدمة الحسين، فهو من 2007. أحسنتم سيدنا. راح نسمع منكم مشاركة بعد أن ناخذ هذا الاتصال إن شاء الله. الأخت مروة من بغداد. السلام عليكم ورحمة الله أختي. السلام عليكم. حياكم الله. عظم الله أجوركم يا أختي. عظم الله لنا ولكم الأجر. بارك الله فيك. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. السلام عليك يا أبا عبد الله ورحمة الله وبركاته. أسألك الزيارة، قل بك الزيارة والدعاء. خادم خادم يا أخي. لي ولوالدي ولوالدتي إن شاء الله. سجل اسمها رحمة الله والديكم علي. خادم. ودعي لها لأن مريضة وبحاجة دعائكم. أسأل الله بحق الحسين بكرامة مسلم بن عقيل باب الحوائج إلى الله أن يشافيها ويعافيها إن شاء الله. أي والله بحاجة دعاكم. أيوة. يعني من مريضة فد مرة. خادم تأمريني يا أخوي. وإذاك تدعي لي وتدعي لها جوا الشريف. يا الله أنا أقل من أنه أدعو لكم، ولكن أبو السجاد يسمع صوتك إن شاء الله. خادم إن شاء الله أقلتكم الدعاء والزيارة. رحم الله والديك يا رادود. خادم خادم يا أخوي. خادم الله يعطيكم الصحة والعافية. ممنون يا أختي مروة. ممنون ممنون. بارك الله بيك. شكرا شكرا, شكرا جزيلا. الله يبارك فيكم. اسمكم إن شاء الله مسجل في زيارة النيابة، وما راح ننساكم من الدعاء تحت قبة المولى أبي عبد الله الحسين. أنا كل يوم أتشرف حقيقة، هذا شرف عظيم شرف عظيم شرف عظيم أنه أذهب إلى مولاي الحسين والأسماء وياي أقول له سيدي أبا عبد الله لا تفشني قدامهم. أي والله حاشا أبا عبد الله أنه يرد أحد، حاشا، لأن هم أهل الكرم وأهل الجود وأهل العطايا، فإحنا ما عدنا غيرهم إن شاء الله، هم ورب العالمين. سيدنا العزيز مشارك نسمع. خادم. الله يبارك فيك ويرحمك. فاطمة فاطمة تبكي ويانا على حسين ومصابه، على حسين ومصابه. فاطمة فاطمة تبكي ويانا على حسين ومصابه. فاطمة كل مجلس قيمة حضره، فاطمة كل مجلس قيمة حضره، بشف هدفترها وتسجل عبره عبره. يا بثنين إذا يبكون ثالثهم الزهرة، اثنين إذا يبكون ثالثهم الزهرة، والذكار مذبوحة لازم تذكره. يا المحيب يا المحيب، الدمعة هذه تنفع الشيع بحسابه. فاطمة فاطمة تبكي ويانا على حسين ومصابه، دمعتك يوم الحشر تلقاها شمعة، اللي يعترض عنها العقيدة لا تسمعه. فاطمة المظلومة تعبك ما تضيعه، لا تظن تنساك من
تهديها دمعه واعتقد واعتقيد ما يحير السجل الدمعه بكتابه. فاطمه فاطمه تبكي ويانا على حسين ومصاب يا ابو عبد الله. الله 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 احسنت بخدمتكم. طيب الله انفاسك على مود لا نظلم الشاعر مولانا هذا خادم الحسين كرار حسين الكربلائي. تحياتنا لابو كميل. نعم. الشاعر المتواضع خادم ابي الفضل العباس. نعم. الله يبارك به ويرعاه وينطيه الصحه والعافيه ان شاء الله. اللهم ان شاء الله يطيل بقلبه. اللهم حق امير المؤمنين. اللهم امين. هو اقرب بالعدل ان شاء الله يم العباس ودائما. بلا شك بلا شك. بارك الله بكم سيدنا العزيز. الله يعطيكم الصحه والعافيه ان شاء الله ويعيدكم. مولانا البراعم الحسينيين. نعم. انا شفت من خلال هذه السنه اكثر من حركه كانت لاحتواء الرواديد الصغار البراعم الحسينيين. نعم. فاحبذا لو تنطينا نبذه. والله خدام الحسين بالنسبه ك يعني كشعراء إذا تريد كشعراء ما عايفين البراعم. بالعكس يعني الظروف الآن للبراعم يعني محتضنينهم. مو مثل ما إحنا من إجيان الخدمة في زمننا. الآن إحنا تحدثنا عن قضية الإمام الحسين الانفتاح هذا اللي صار العالمي. كثرة الهيئات كثرة المجالس كثرة الحسينيات والمآتم شي طبيعي هاي تولد ناس تخدم للإمام الحسين فيطلع من الخدم هذا رادود هذا شاعر هذا لطام هذا يحب فت شغلة كل شيء بالقسمة سبحان الله. نعم. الآن البراعم الحمد لله والشكر بالنسبة يعني الأخوة يعني أصحاب المآتم أشوف ما مقصرين وياهم وبالنسبة للشعراء هم ما مقصرين وياهم وإحنا هم خدامهم لأن هو هاي مدرسة وهذا أمانة لازم واحد يسلم إلى الآخر ولازم يطلع فجيل يتحمل المسؤولية هاي مسؤولية لكن إحنا نحتضنهم نعلمهم اللي تعلمناه من الأصول المنبار من الأمور الواجب أن يتعلمها أكو أشياء واجب أن يتعلمها بالمنبر الحسيني مو أن صوته حلو أو الكرازمة مالته أو يعرف يؤدي لا أكو أمور يجب أن يتعلمها. شنو هاي الأمور مولانا؟ يعني الاحترامات التواضع. جميل. هاي من الأشياء الثابتة يعني وهي مو بالصوت. أكو إنسان تشوفه ما عنده صوت لكن عنده توفيق. أكو إنسان مقومات هي وحدة تابعة إلى وحدة حلقة وهي الختام النية. جميل. وكله هو مسجل عند أبو عبد الله. مال ما مسجل ومال ما مقبول هذا كله مقبول إن شاء الله عند أبا عبد الله لأن أكو فد رواية أنا سمعتها من خدمة الحسين يقول حتى الرياء في خدمة الحسين مقبول. ما أدري رب العالمين منطي هنا لأبا عبد الله لأن أنطى الحسين لأبا عبد الله. جميل. اللي رادة أنطاه هي اللي رادة أنطاه هي رب الحسين لأبا عبد الله فالحسين شون حكاية فد واحد من هنا يقول الحسين حاط ايده بجيب الله ما بيها مجال اذا اراد ينطي فابا عبد الله ينطي من هذا المريض لهذا اللي ما عنده هذا التوفيق هاي اللي من غير ذاك العالم اللي هو عالمنا اللي نروح له بعد. نعم. اللي ما يعوفنا ابا عبد الله هناك احنا قلنا يقول من مات على حب محمد هو مات شهيدا هذا الامل هذا يعني انا اشوفه يعني رب العالمين فاتحنا هواي بالنسبة إحنا كشيعة أمير المؤمنين عليه أفضل الصلاة والسلام فاتحنا هواي بيبان بس مرات إحنا نصعبها أو ظروف الحياة نضيع الطريق مرات. نعم بس يرجعنا أبو علي. صحيح. ما يعوفنا أيوة. لا هم كلهم أهل البيت ما يعوفون حاشاهم. فالبراعم نرجع لموضوعنا لا الحمد لله والشكر اليوم أشوف أنا خلال الفضائيات بكل المحافظات الرادود الأكبر عمراً يصعد الرادود الزغيور يوقف يمه يشجعه يلطم جو المنبر يقول له أحسنت أعد يعني هذا كله من الدافع المعنوي هذا كله من اللي الرعاية واقف يمه صحيح فأنا أشوف الحمد لله والشكر الحمد لله ما متروكين البراعم هنيئاً لكم سيدنا الله يخليك ذكرت أنه بعض الأمور يجب أن نتعلمها للرادود الصغير يعني أنا كنت صغير بالعمر أتذكر 13-14 بدايات أنه أحب أرتقي المنبر وأقرأ الله يذكره بالخير أستاذنا وعزيزنا الرادود الحسيني ملا صاحب النجفي في مدينة المحمرة
حقيقة أول درس تعلمناه منه أنه قبل أن تصعد المنبر يجب أن تتوضأ احتراما لمنبر سيد الشهداء. نعم. الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. نعم. أبو علي، الخدمة الحسين أسرار بيها، ومن ضمن الأسرار هو التوفيق، هي كل شيء مربوط بالنية، إنما الأعمال بالنيات، النية. لكن خدمة الحسين بها أسرار أستاذ العزيز. نعم تلميذكم سيدي. نعم أنا خادمك، يعني أسرار هواي. أشوف أكو إنسان قبل ما يصعد المنبر الحسين سلام الله عليه يختلي ويا نفسه، ما تعرف شو يسوي، ما أدري يزور هذا، ما أدري يدعي، ما أدري يقرأ سورة فاتحة، ما نعرف شنو اللي أكو أسرار بالخدمة الحسينية. سبحان الله. فالكل إنسان شوف هو اللي بداخله اللي جاي يسوي شنو ما أعرف. لكن أكو أشياء ثابتة أستاذي لازم يتعلمها خادم الحسين. إحنا قلنا التواضع، الإخلاص، الثبات، وهذا طريق الحسين، طريق يعني صعب. يعني هو الإمام الصادق سلام الله عليه يقول طريقنا يعني صعب مستصعب. افتهمنا صعب مستصعب. هو بكلامه، وهذا ما أعرف كلامه، نتحمله إحنا هذا الشيء ما نتحمله ما أعرف. أنا نعم. بالنسبة لي ما أنا محب لهم، أنا خادم على ولو يتقبلوني موالي لهم. لكن نرجع على قضية المنبر الحسيني، قضية الحسين رسالة، أنت جاي حامل رسالة أعظم شخص على وجه الكرة الأرضية منذ خلقت الأرض لحد الآن. ماكو يعني الحسين باقي إلى الأزل، الحسين باقي إلى قيام يوم الدين. فقضية كل الصعبة قضية أبا عبد الله، يعني الكلام من تقرأ أكود تعرف شو معنى الكلام. صحيح. المصيبة من توصل لها وتستردرج المصيبة أكود تعرف شلون تطلع الدمعة من المحب أو من المعزي. نعم. متريد تقرأ السياسي أكود تعرف شلون تحكي بلهجة السياسي، متريد تحكي بالاجتماعي. شوف هسه خدمة الحسين الماضين، من يريد يقرأ لأبو الفضل العباس رجولة يا فاروق الديانة، ينطي للعباس رجولة، ينطي للعباس شخص قائد ونعم القائد، ينطي للعباس وزير الحسين. يوم اللي لا يجي على غير يا كفيلي الحرم صوب، العطش صوب حرمنا، لا يطيح النية، ينطي يعني أختك جاي تعاتبك أو أختك جاي تندبك، هنا يعني شلون تقول يستدرج عواطف الناس إلى أن يأخذ اللي يريده ألا وهي الدمعة. الله صحيح. ومن بكى وبكى وتباكى. هذا أهم نقطة من الحسين، عبر وعبر. نعم. فإحنا نجي العبرة هم ريودل. أحسنتم. نعم خادمكم. نسمع منكم مشاركة بعد أن نأخذ الاتصال. خادمكم. خادمكم. الأخت أم هدى من واسط، السلام عليكم ورحمة الله أختي. ألو السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله، عظم الله أجوركم يا أخويا. عظم الله أجورنا وأجوركم بهذا المصاب الجلل. الله يحفظكم. طيبة سيدي مولاي أبا عبد الله الحسين سلام الله عليه. أحسنتم يا أخويا. اللهم يقضي حوائجنا إن شاء الله وحوائجكم. يا الله. اللهم آمين. اللهم آمين يا أخويا، بارك الله بيك. عندي بيت شعر. تفضلي يا أختي تفضلي. الحمد لله وصل عاشور وامتد العمر بيه، والبس ثياب السود واخدم بالحسيني. الله هنيئا لكم هنيئا لكم. احسنت يا اخوي. اشكرك اخم الله واجد. عندي زياره بالنيابه عن هدى. خادم وام هدى. خادم تأمريني يا اخوي. خادم ان شاء الله تدللين. الله يبارك بيك ويرعاك. استاذ حسين طبعا احنا مواجهين كل شيء بإدائك وتقديمك. الله يحفظكم يا اخوي. خادمكم وامركم ان شاء الله بالتوفيق الدائم مستمر. اللهم امين يا رب العالمين. رحم الله والديك. وعندي طلب صغير كلش. تأمرين يا اختي تأمرين. امرين. اقدر؟ هي قضيه كلش مهمه بالنسبه لي. نعم. اقدر احكي وياك ورا البرنامج ان شاء الله؟ خدمتكم يا اخوي. تأمريني. بس من خلص البرنامج بلا زحمه انا الرقم اتصل بك. خادم يا اخوي خادم. تأمريني انا خادمكم الصغير. الله يبارك. شكرا يا ام هدى. بارك الله بيك يا اخوي، وان شاء الله اسمك مسجل في زياره النيابه لحرم سيدي ومولاي ابي عبد الله الحسين. والابيات اللي قراتيها الحمد لله وصل عاشور وامتد العمر بيه ورد البس ثياب السود واخدم بالحسينيه لي شاعر
المحمرة الشاعر الكبير أستاذي وعزيزي أبو باقر عزيز الفيصلي الله يطول عمره ويحفظه، أن إن شاء الله خيمة لجميع خدمة أبي عبد الله الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. مولانا مباشرة إلى مشاركتك، الله يبارك فيك ويرحمك. أنا قضيت العمر يا يما بالمواكب، شلون ما أحس بتجين الزهرة والكواكب. أنا قضيت العمر يا يما بالمواكب، شلون ما أحس بتجين الزهرة والكواكب. يحضر وياها علي الله اللي بيه هم ينجلي يا علي يا أمير المؤمنين. يحضر وياها علي اللي بيه هم ينجلي، والحسن وحسين وياها الحبايب. يما عشت بكل وكيت لابس سوادي، وبد ما غير ثوبي من حدادي. يما همي من الزغر اخذ مرادي، شنو ابقى خادم للابد وباسمه انادي. عندي هاجيس ينختم دفتري بغيره وعزم، عندي هاجيس ينختم دفتري بغيرة وعزيم، والحسن وحسين وياها الحبايب. والحسن وحسين وياها الحبايب. شلون حبايب؟ أحسنت أحسنت أحسنت. أبا عبد الله وهالبيته طيب الله أنفاسك سيدنا، هو الأمل والله وحق هو سيد الشهداء وحق هاي الخيمة اللي منصوبة باسم سيد الشهداء. سلام الله، كل شيء نصب باسم الحسين هو أكيد تحت رعايته وعنايته، هذه إحنا ما عندنا شك بيها. هاي الشمعة اللي تنعلق إذا ما الحسين قابل فلا تنعلق، والله وحق هو سيد الشهداء. فهذه نعمة إن شاء الله، وهذا أملنا بالحسين، أنه نتمنى نكون خدام إلى خدام أبي عبد الله الحسين ويتقبل من عندنا. إحنا ذنوبنا هواي حقيقة سيدنا العزيز، ولكن هم أهل الكرم موجود. أنا دائما من أدخل إلى مولاي الحسين أقول له سيدي أنت كريم وابن كريم أو جدك كريم، أنتم أهل الكرم والجود حقيقة. هم أسسوا أي والله هم أسسوا، هم أهله أي والله، هم أهل رب العالمين أطاهم هاي الصدارة. أكو بالزيارة ولو قطعت كلامك مولاي أبو علي، مولاي لكن هو كلامك شيق ويجرنا إلى أحاديث طبعا يجرنا على ما أدري يمكن طلعنا من البرنامج. أكو بزيارة الإمام الحسين سلام الله عليه، أقول أخوة يعني إن شاء الله هم كلهم أهل علم ومعرفة، أكو فد مكانات يجب الإنسان أن يوقف يمها. يقول الإمام الصادق سلام الله عليه: لعن الله أمة أزالتكم عن مراتبكم التي رتبكم الله فيها. يا أخي أوقف يوم هاي الجملة، طبعا الزيارة مروية عن الإمام الصادق سلام الله عليه، سلام الله عليه، أوقف واستدرج هذا الكلام. أكو فد مراتب وأكو فد رموز رب العالمين انطاهم إياه الأهل البيت، لكن إجت ناس غيرت هذا المسار بالحياة الدنيا طبعا صحيح، وما قدروا بالمناسبة، يعني ظلموا أبا عبد الله، ظلموا أهل بيته، قتلوا الإمام الحسين عسكريا لكن ما انتصروا على الإمام الحسين. دم الحسين أسقط عروش ولحد هاي الساعة، صحيح، ولحد هاي الساعة كل إنسان أو كل فئة أو كل مجموعة، ما نريد نجيب أسماء غير أسماء، تيجي باسم الحسين طبعا بالبداية. هم نفسيتهم بني أمية أجوا باسم الإمام الحسين، أكيد طبعا. هم نفسيتهم الدولة العباسية أجوا باسم الإمام، وحاربوا قضية الإمام، وانزال وذهب وين قبورهم وأسماءهم، أصبحوا لعنة في التاريخ، يلعنون تاريخ أسود. نعم. نعم الآن هم كذلك، كل إنسان يجي باسم الحسين و يستجدي أقول بين قوسين عواطف الناس باسم الحسين، بس بعدين النية غير شيء، المسار غير شيء، يسقط
يسقط. فأبا عبد الله سلام الله عليه كبير وله جاه عظيم عند رب العالمين. دخيل اسمه طبعا يعني سيدنا فدوى أروح لك خادمكم أنت موفق الله يخليك ودائما في خدمة الإمام الحسين. نعم فلا تنسى الحقير من الدعاء. لا اي والله لا تنساني من فاضل دعائك سيدنا العزيز، وانت يوميا طب يم وسجاد وعندك هذا التوفيق يا أبا انه تقرا يم سيد الشهداء. مولانا ما ادري الوقت مر بسرعه الله يشهد. نعم خلي اسمع من عندك مشاركه الختم. نعم نعم نور عيني يا حسين. شوفها من قالها والبداية هالحكاية. يا حبيبي يا حسين مسلم اللي أنا ينادي يا أمل روح ودادي مسلم اللي أنا ينادي يا أمل روح ودادي يا حبيبي يا حسين. يا ابو عبد من اكو مسلم نادى بها. الله 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 احسنت. نعم خدمتكم خدمتكم خدمتكم. كلمه بالختام تحب تقولها مولانا؟ انا اسال من الله بحق الحسين وعظمه الحسين وآل الحسين ان يقضي حوائج المحتاجين يا الله يا الله ويشافي جميع المرضى. طبعا بالمناسبه بين قوسين الما عنده ذريه ان شاء الله يفرحنا سنتي تجي إذا طيبين وأمد الله في عمرنا بهذا البرنامج ويقول إن شاء الله ولدي أجيب لبا عبد الله على متنا يجيبه يا الله وأن يثبتنا على محبة الحسين لا يحرمنا خدمة الحسين وشفاعة الحسين. وأنا شاكر لكم خدامنا كثير الشكر الرادود الحسيني السيد أحمد الموسوي خليك. الكربلائي شكرا جزيلا لك مولاي لك الشكر. أشكرك أبا علي أشكرك أبا علي أنتم المشكورين رحم الله خادم سيدنا العزيز. نعم أحبائي المشاهدين هكذا نكون قد وصلنا إلى نهاية هذه الحلقة من برنامج خيمة الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام. ونوه أنه بعد انتهاء الحلقة إن شاء الله راح ننتقل إلى العاصمة البريطانية لندن إن شاء الله لنقل المجلس الحسيني المقام لهيئة شباب علي الأكبر بصوت الرادود الحسيني الحاج الملا باسم الكربلائي. ألتقيكم غدا في نفس الموعد إن شاء الله تعالى، والأسماء اللي اتصلت اليوم كلها مسجلة وراح أتشرف وأذهب إلى حرم مولاي وولي نعمتي الإمام الحسين عليه أفضل الصلاة وأزكى السلام لكي أضع الأسماء والحوائج بين يدي الحسين سلام الله عليه وهو خير وسيلة إلى الله سبحانه وتعالى. ختاما تقبلوا تحياتي أنا حسين الأميري وتحيات زميلي مخرج العمل مصطفى البلوشي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.